اسمعني، راح نحقق نتيجة إيجابية أمام منتخب كوريا الجنوبية، ومن خلال هذا الفيديو راح أثبت لك هذا الشيء. شو تريد تكتب هسه من سمعت أنه راح نفوز على كوريا الجنوبية؟ اكتب، المجال مفتوح لك. هذا رأيي وهذا نظرتي للمباراة. فإذا تريد تتابع الفيديو شلون راح نفوز على منتخب كوريا الجنوبية، انطينا لايك وسبسكرايب، لأنه اللايك والسبسكرايب كل شيء ينفعنا ويصعد القناة. اليوم حلقتنا هي حلقة نارية، حلقة صعبة جدا علي، لأنه أنا إذا أقول لكم أنه راح نفوز على منتخب كوريا الجنوبية وبالتأكيد التعليقات كلها راح تكون سلبية، لأنه أغلب الجمهور العراقي يعتقد أنه منتخبنا راح يكون صيد سهل للمنتخب الكوري الجنوبي، عكسي أني صانع المحتوى اللي مهمته أن يرفع معنويات الجمهور العراقي بهذه الفترة، خصوصا إحنا مقبلين على مواجهة جدا مهمة جدا صعبة أمام منتخب قوي مثل منتخب كوريا الجنوبية، وهو أنا أتفق وياكم مثل ما تقولون هو المرشح الأول لتحقيق الفوز، لكن لابد من التركيز على بعض الإيجابيات قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية اللي موجودة بالمنتخب الوطني العراقي. هذه الإيجابيات اللي ممكن إذا مشينا عليها وعلى كلام المدرب ممكن نحقق نقطة إيجابية من أرض كوريا الجنوبية، ليش لا؟ سبق وأن حققت منتخبات أخرى نقاط إيجابية أمام كوريا الجنوبية. لبنان مو أحسن من عندك، لبنان منتخب يعتبر من المنتخبات العادية، لعب أمام كوريا الجنوبية حصل من عنده نقطة، والمباراة الثانية خسروا 2-1. فشوف هذه الأمور وتفاعل بالخير، عسى ولعل أن نحقق نقطة إيجابية أمام المنتخب الكوري الجنوبي. طبعا الجمهور العراقي إذا تسأله عن المنتخب الكوري الجنوبي راح يقول لك سون راح يدمرنا، سون راح يطيح حظنا، هيك باختصار سون راح يخربط الجهة مال علاء مهاوي، والجمهور كله راح يقول لك سون سون سون، في حين أن الجمهور ترى غلطان، والله العظيم غلطان، لأنه سون ما راح يحطمنا لوحده، وإنما هذا المنتخب الكوري الجنوبي عنده 3-4-5 لاعبين محترفين بأوروبا ومحترفين بأندية كبيرة. فأنت من تقولي سون راح يحطمنا، غلطان أنت، لأنه أكو لاعبين أسامي كبيرة مثل سون ممكن هم يعني يحطمونا، أو ممكن لاعبين يردون هجماتهم إذا التزموا مع المدرب أدفوكات، وأني كل ثقة أنه راح نقدر نوقف سد منيع أمام المهاجمين للمنتخب الكوري الجنوبي، لأنه نقاط القوة عند منتخب كوريا الجنوبية هي بالأسماء اللي موجودة عنده. فأنت تتكلم عن لاعب يلعب بتوتنهام نجم الدوري الإنجليزي مثل سون، لاعب يلعب ببورتو الفرنسي مثل اللاعب يو جو هوانغ، يعني هذا اللاعب أنا أعتبره من اللاعبين الهدافين والجيدين، وعندهم هوانغ آخر يلعب بلايبزيج بالدوري الألماني. فأنت شوف المستويات اللي موجودة بخط الهجوم راح تعرف أنه منتخب الكوري الجنوبي صعب مواجهته، لكن عندنا أبطال ممكن يوقفون فعالية المنتخب الكوري الجنوبي بأول مباراة، وهذا الشيء الإيجابي لأدفوكات أنه هذه أول مباراة، ونوعا ما المنتخب العراقي حاليا ما معروف من اللاعبين اللي راح يجيبهم من اللاعبين اللي راح يسحبهم. هسه اليوم احنا نتكلم عن مرحلة أدفوكات، إلى الآن ما نعرف شنو الخطة اللي راح يلعب بها، من اللاعبين اللي راح يعتمد عليهم، ونفس الوقت منتخب كوريا ما راح يعرفون هواية تفاصيل عن تشكيلة المنتخب العراقي وشون راح يبدي أدفوكات. بينما أدفوكات درب منتخب كوريا الجنوبية ب2006 على الأقل، يعرف النظام مالتهم، يعرف التكتيك مالتهم، يعني المدرب مالتنا مو غشيم، وأني متأكد أن مفاتيح الفوز بهذه المباراة موجودة بجيب أدفوكات. بقت لاعبين شلون يطبقون هذا النظرية، شلون يفتحون الباب مال منتخب كوريا الجنوبية، هنا تفاصيل تلعب دورها. طبعا شلون توقف المهاجمين مال منتخب كوريا الجنوبية؟ طبعا منتخب كوريا الجنوبية ومهاجمي إذا احترمتهم وانتظرت يدقون عليك الباب ويفوتون للمضيف مالتك، فهنا أنا لا أعذرني راح يحرقون بيتك وما راح تلاحق تطفي بيتك. بينما إذا أول ما أجوك بس دقوا الجرس عليك أنت لقيت نفسك مكهرب الجرس، هنا أنا تقدر هنا أنا أقدر أقول لك أنه أنت ممكن أنه توقف الهجوم مع المنتخب كوريا، فلا تخليهم يجون لبيتك ويحرقوا، مجرد أنه وصلوا الباب بيتك أضربهم وطردهم، وبالنهاية راح تقدر تسيطر على منتخب كوريا الجنوبية. فإذا احترمتهم الله وكيلك، شوف هيش حيسوون بيك. أنا ما عليه بعد قلت لك، بينما إذا لعبت وتضغط عليهم الله وكيلك حتى سون تقدر هيش تسوي بيه.
من خلال مشاهدتي الأربع مباريات لمنتخب كوريا واللي هي كل من جورجيا اليابان ومباراتين لبنان، تلاحظ أنه المنتخب الكوري يبني الهجمات من الخلف لكن عنده بطء بنقل الكرة. هذا الشيء اللي يعاني من عنده منتخبنا. البطء وين يكون؟ مرات اللاعب المستلم للكرة عند الضغط يظل محتار، وبالتالي والله يعني لو تشوفون هسه حاط لكم خمس لقطات، مجرد انه تضغط على اللاعب الكوري بسهوله يفقد الكره وتصير هجمه مرتده على المنتخب الكوري. خلينا نشوف هذه اللقطات اللي اختاريتها لكم. إذا تضغط على اللاعب الكوري ممكن يفقد الكرة، فإحنا هنا لازم نركز على هذه النقطة. من نلعب ويا منتخب كوريا لازم نضغط على حامل الكرة على مود ما نخليه يهجم علينا بسهولة، ولا ننطيه الحرية أنه يلعب بمناطقنا ويتعب لاعبينا. هذه الطريقة يحتاج لها لياقة، ولهذا المدرب أدفوكات دي يشتغل بشكل صحيح على لياقة اللاعبين العراقيين. إذا أنت عندك مشكلة بالظهير اليمين عند المنتخب الوطني العراقي، منتخب كوريا الجنوبية أيضا عنده مشاكل كبيرة بالأظهرة، وممكن لاعبينه يستغلوها على شرط أن المدرب يشارك بأجنحة حقيقية، لاعبين محترفين حقيقيين على مود يضربون الأظهرة الخاصة بالمنتخب الكوري الجنوبي، لأنه نوعا ما الأظهرة بالمنتخب الكوري الجنوبي عندهم تأخير وحتى تمركزهم مرات يكون خاطئ. هاي قدامكم اللقطات تبين انه دور الأظهرة احيانا بمشكلة عند المنتخب الكوري الجنوبي. اما اذا تكلمت لك عن مباراة كوريا الجنوبية واليابان، شفت بيها هواية لقطات بصراحة تعجبت على اداء منتخب كوريا الجنوبية. خسر منتخب كوريا الجنوبية 3-0، قد يكون ما اشترك بكل لاعبي المحترفين خصوصا، لكن احنا نتكلم عن اداء، عن اساسيات منتخب كوريا الجنوبية. ظهر امام اليابان كمنتخب ضعيف، منتخب اليابان تفنن أمام منتخب كوريا الجنوبية. منتخب اليابان لاعب واحد يسوي مرتدة يشيل حركة الدفاع الكوري الجنوبي بشكل كامل. يعني اللي إذا ألاحظ أنه اللاعب الكوري الجنوبي الدفاع وحده يدافع، لا أكو مساندة من الوسط ولا أكو المهاجمين يرجعون ويغطون ويا الدفاع، فلهذا إحنا لازم نضغط على اللاعبين الكوريين الجنوبيين بهجمات مرتدة. طبعا المنتخب الكوري الجنوبي يلعب دائما على خط واحد، يعني دائما يعتمد على مصيدة التسلل، وهذا الشيء اللي راح يفسح هواية مجال اللاعبين منتخبنا الوطني، خصوصا إذا كان عندنا مهاجم سريع. يعني أنا أعتقد أنه بهاي المباراة مكان ميمي ضروري، على شرط أنه ميمي ما يجتهد بوحده ويلزم الكرة ويروح ينطلق بها، لا، لازم تكون اكو طريقة تخلي ميمي ينفرد بشكل مباشر امام المرمى، لانه دفاع كوريا الجنوبية انا اعتقده عنده نوعا ما ثقل ومو كلش يدافع بشكل صحيح، وتقدر تضربه باكثر من كرة مرتدة، وحتى تقدر تضرب عندهم مصيدة التسلل. شلون راح نواجه منتخب كوريا الجنوبية؟ باختصار اكو الطريقة اللبنانية اللي صارت، طبعا لبنان ظلوا يدافعون امام منتخب كوريا الجنوبية وينتظرون هجمة مرتدة، وانتهت المباراة 0-0. لا كوريا سوت ضغط هجومي عليهم ولا ابد، انتهت المباراة كأنما مباراة عادية. هذا الطريقة ممكن انه تستخدمها مع المنتخب الكوري الجنوبي، لكن انت ما تضمن انه المنتخب الكوري الجنوبي شي يسوي. اما الطريقة الثانية نلعب بواقعية، نلعب بواقعية نضغط على اللاعب الكوري الجنوبي ونلعب باربع مدافعين على شرط انه الأظهرة اللي عندنا تلتزم دفاعيا. احنا صحيح عندنا نقطة قوتنا ممكن علي عدنان، لكن امام منتخب كوريا الجنوبية احنا نتكلم عن منتخب كوريا الجنوبية المهاجمين مالتهم يلعبون ثلاثتهم بالنص يمين يسار، يعني يقدر يلعب راس حربة ويقدر يلعب يمين ويقدر يلعب يسار،
فالمواجهة أمام منتخب كوريا ومهاجمين منتخب كوريا أظهرتنا أعتقد راح يلاقون بعض الصعوبة، وأعتقد ما راح نقدر نشوف أنه أكو هجمات عن طريق الأظهرة العراقيين. بالتالي إحنا من يشارك المدرب أدفوكات بأربع لاعبين مدافعين، هذول الأربع مدافعين راح يلتزمون دفاعيا، وبالتالي هنا نحتاج نكثف دور الأجنحة اللي موجودة عندنا بالمنتخب العراقي، وبالتالي نشارك بأجنحة حقيقيين على مود نستغل الفرصة، وبالتالي نشوف أدفوكات شنو خياراته. أنا أعتقد أنه أكو خيارات كتنش كان يستخدمها سابقا، إذا نزلها أدفوكات نفسها أعتقد ما راح نقدر نواجه المنتخب الكوري الجنوبي، لكن إذا جدد أدفوكات بالتشكيلة خصوصا بالتشكيلة الهجومية ممكن أنه نشكل خطورة على المنتخب الكوري الجنوبي، وحتى لو ممكن نخطف من عنده هدف بملعبهم، لأنه تعرفون هذه اللعبة الأولى وكل شيء صار بيها. هسه كملنا الفيديو، شو افتهمت من عندي؟ افتهمت من عندي أنا قلت لك راح نفوز لو شنو؟ اكتب لي بصراحة التعليق مالتك. أنا اليوم هذا الفيديو هو أعتقد أطرح به أشياء إيجابية للمنتخب الوطني العراقي. حيكون عندنا فيديو آخر أيضا قبل اللعبة بيومين أو ثلاثة، راح نركز به أكثر على مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، لأنه بذاك الوقت راح نعرف من اللاعبين الأساسيين اللي راح ينسحبون، ومن اللاعبين اللي راح يرجعون لبغداد وما يسافرون إلى كوريا الجنوبية. هذا كل ما عندي في فيديو اليوم، أتمنى أنه ما كان فيديو طويل عليكم، ولا تنسون أنا قلت لكم راح نفوز على كوريا الجنوبية إيه، بس لازم نطبق تعليمات المدرب. إذا ما طبقنا تعليمات المدرب هناك راح أقول لكم ها الحجة ماتي أنه ما طبقنا تعليمات المدرب. أشوفكم خير يا رب، مع السلامة.